معلش يا عبده، هو خلاص مش هيعمل كده تاني، ده هو هيذاكر وهيبقى حلو، ده ان شاء الله هيبقى دكتور. دكتور ايه انت الاخرى؟ ليه ما يطلعش مهندس؟ انا عايز مهندسين في الوكاله عندي. لا انا مش عايزه اطلع لا مهندس ولا دكتور، انا عايزه ابقى لعيب كوره. يا مصيبتي السودا، مش قلت لك لعيب كوره؟ الواد ده مش نافع، مش نافع، مش نافع. علينا سرعة الليل كمان يا رب. ايه مالك؟ الواد عبد الوهاب خلع قلبي، مش عارفه ايه اللي بيجرى له ده. انت مدلعاه زياده عن اللزوم، والكلام ده مش عاجبني. يا اخويا انت قصدك ما تعرفش اللي بيجرى له كل ليله. بيجرى لكل العيال، خصوصا لما يتعشوا ويناموا على طول. هو بيتعشى ولا بيدوق الزاد من اصله؟ ده عينه وصابته. بقول لك انت تشوف لنا حل بقى في الموضوع ده. جينا للكلام اللي ملوش لازمه، شويه شويه هتقولي لي نعمل له زار. انا هاخده من الجمعه ازوره اهل البيت. عداك العيب، اهو ده الكلام، زياره اهل البيت بركه. بس فاطمه اوعي تنسي تدعي لي بالجامد قوي. يا اخويا انت ناقص دعاء. سلام عليك. عليكم السلام. لا لا خليك انت، افتح باب الشقه البيت تستهوى. فوتك بعافيه. الله يعافيك. اسمك ايه يا ابني؟ اسمي عبد الوهاب. ما شاء الله ما شاء الله. اسم والدك ايه؟ عبد الغفور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الواد تعبان يا سيدنا. ما تتأخذنيش في الكلام يا ست انتي، انتوا اللي تعبينه. ابنك لازم يعرف طريقه بنفسه، محدش يضايقه منكم.